كليك فام الإذاعة الأولى في تونس. صليح أبيض يجيو نلعبوا لعبة صغيرة اللي هي هكا نتخيلوا مع بعضنا حاجة غدوة الصباح مثلا واللطف علينا وعليكم. يجي سي محرز الغنوشي يقول راه مثلا فما تسونامي هكا مثلا أول قرار تاخذه الدولة تقول لك شدوا ديارك وناحي القهاوي بالوقتك هاو ساعة قبل ما تبدأ تقول لك كالبحورات ونقدوا الشط ونبعدوا العبيد اللي من غد نعملوا إجلاء للمواطنين ليلة قول لك ناحي القهاوي. علميا وطبيا دينيا وكرويا زادة ما فماش حاجة اسمها حجر صحي شامل أربع أيام. سادة المستمعين والمستمعات حب نقدم لكم بكل حب ومودة حب نسمعكم ميكس العودة للحجر الصحي. عدنا رجعين يا هوا رجعين عاد إليكم من جديد رجعين نعشق ونبوب ونعيش مع بعض حياتنا جيجي ساسو هوب رجعنا ليكو هنعلم تاني فيكو ورجعنا رجعنا رجعنا زاد نحب اللي في ديارهم يقولوا ورجعنا رجعنا رجعنا حتى انتم اللي فكره هبكم زملاء في الاذاعات الاخرى حاب نقول لكم رجعنا 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 زمروا تو عيطوا راهو رجعنا معناها بعد ما الفيروس هكا لميناه تجيو تحصرونا معاه في ديارنا به واللي معناها يلي ما تعديتش تعدي مش الديار كل راه واسع وفيه بيت لكل فرد فما ناس عايشه راه في برطمانات ناس عايشه في الكريه كيما سيليس الفخفاخ يحسوا بالعبيد. هل القرار هذا يعجب المواطنين زعما والا لا؟ أنا كمواطنة تونسية نرفض القرار هذا ما عجبنيش ضربة ضربتين والقهوة مسكرة قعدنا كينكي دار العرس لمر كريسي رجع الكريسي هما حتى عامناول قالونا أربعي خرجنا كينكي طاب الهندي هو عامل مشكلتها في القهاوي مش... اي هو مشكلتنا كل في القهاوي ماشي شي معناه يقول لك ناحي القهاوي المواطن يحب يقعد في القهاوي معناه بخلاف هذا ما عندنا حتى اشكال سبيطارات جوابيه كل شيء مريقل اي بي احنا تو اربع ايام شنو باش نعملوا فيهم معناه تو جيت مع الويكاند شنو باش نعملوا بينا معناها هو شنو هي الباز نتاع الكونفينمون شويه فريكاسي شويه يويو على شويه نرمين صفر ديجا هي كبت تسخن وكلها تترينا في الصحف كارتين يا جول هو قاعدين نحضروا في روحنا احنا الحمد لله يا ربي انا اخويا لباس اما زاد القرار هذا راهو برشا ناس تشكيو منه اما نحب نعرف انا بالضبط شنو هو المشكل اللي موجود في القرار مش نحكي لهنا علميا اما كل مواطن وشنو هي اموره معناه قرار مستفز كيفاش يبدا الحجر الصحي يعلن الحجر الصحي ابارتي من نهار الخميس ونهار الخميس فيشتا ديجا هو قال تعليق الدروس ابتداء من يوم الخميس يوم الخميس فيشتا معناها كلهو لنا ونهار الخميس علاش ما بداش بنهار الجمعه معناها انت مشكلتك باش بدايه مش مشكلتك في الحجر الصحي لا الحجر الصحي جايين وجايين ما مشكلتي كيفاش بدايه كلاني في نهار الخميس يعني. نهار الخميس بتبيعوا عطله معناها تقول انت عطله ما يجيش نحطوا معها حجر صحيت هو بتبيعوا عطله فيشتا معناها الناس كل في ديارها لا هو قال لك تعليق الدروس ابارتي من نهار الخميس احنا نهار الخميس ما نقرا مش باش يعلق نهار الخميس كي باش يعلق حاجه يعلق نهار الجمعه هي مشكلته فهمت هي والله هو معروف راهو التونسي مثلا كي تجي فيشتا بنهار لحد يفد يتقلق حس خساره معناها طيب علاش مش نهار مشكلته علاش بالنهار الخميس هي فيشتا مثلا مثلا اما زاد نقعدوا زاد نفس السؤال خاطر الحكايه من مارس وبدات تطول احنا في مارس وقتها قلنا راهو راسمالها ويكاند نحيوا القهاوي معناها من هذا في مارس وقتها وصلنا عام تو مازال ما لقينا شيء لوقتاش المواطن باش يقعد صابر عندنا طريقة قريب العام من اللي اكتشفنا أول حالة عدوى في تونس بفيروس كورونا وقتها في مارس وأنتم شديتونا هاو حجر هاو حال طوارئ هاو نحي القهاوي لا القهاوي حلهم ساعة وسكروا ساعتين واللي به الفايدة احنا مريناهش لا قالوا هاو فما عدينا كما قلوا احنا كوموند في التلقيح لا تبعوا تلقيح لا عملوا حتى شيء واحنا كشعب تونسي نسمعوا الكلام وتبعوا القرارات ومؤمنين اللي الحكومة ماشية في الطريق الصحيح الكلام سمعناه واللي به الفايدة كل عملناه وهنا نتبعوا فيكم طول الكرة عنكم أعملوا حاجة تصلح الخلق ربي بربي احنا الحمد لله كشعب سمعنا الكلام مش على حاجة لو جوست على خطايا ما نحبوش خلصوا لو قال لي اخر وعي ووقاية ليلة معنا حتى دخل اما بالحق معناها تصرفوا انتم شويه راهو شدوا دياركم انزلوا القهاوي يعملوا حاجه مثلا تصلحوا قدوا سبيطارات كصفقات باهيه مثلا مش تحلي صفقه معناها في جويليا تفضها في نوفمبر باه احنا زي في الكونفينمون شطر لفه اللي عملته الحكومه شنو نجموا نعملوا تعطينا اقتراحاتكم
لأن الكونفينمون اللي فات عملت فيه كل شيء، عملتهم الكل وكوفر فو في الليل نروح نعمل فيهم الكل. أربع أيام هذوما ما عاد عندي ما نعمل خويا، لواش تيمي نيسا كوجينا بيت نوم كل شيء عملت خويا، القول نحل كم يعملنا أربع أيام خويا في الدار ما نجمش نقعد. يشوفونا يعطيونا كونتاك متاع حاجة نتفرجوا فيها أكتيفيتي، يعطينا شوية فلوس نصرفوا بيهم حتى نشري بيهم شوية في وجه جيف وما نقعدوا في الدار. هو ذاك يبدا مقر رئيس الحكومة فريد مرزي، ما اخطا تجيبوا لك اللي تحب عليه، اما هكيرا وما تعطي له جيلو مود باس نتفليكس الحكومة تحل تخلو جيلو مود باس بلوشي فرجوا وقعدوا في الدار في الحين كي نقعدوا في دياركم ويخلي الوطنية الثانية تكمل عليها به. مثلا هل سؤال زاد اللي يقولوه برشا معنا ما غير ما نسألوا طبك العادة، هل انه لازم الحجر الصحي هذا نتاع اربع ايام والا مش لازم؟ اي اي لازم يعملوه بالطبيعه، خاطر كما تعرف الكورونا في العطل معناها تخرج، وفي الليل لازمهم معناها يسكروا عليها، معناها كي يسكروا احنا باش ما نتقابلوش معاهم في كيت فهمت، وفي القهوه زاد الكورونا دونك لازمهم يسكروا القهوه، معروف هذه من قبل من اللي بدات الكورونا احنا نعملوا هكا معناها تو باش نبدلوا. هو ديما راهو تلقى في العالم يحطك الخصائص نتاع فيروس كورونا، مثلا ينتقل بالهواء ما نعرفش برشا حاجات، كان في تونس احنا عطيناه بتروا مسخ اللي هو فيروس هامل، في الليل سكر لا، في الويكاند ناحي لا، ما فماش خروج لا ما تمشيش، عرفت كاينك تحصر في مواطن هكايا حاسيلو به شنو باش نعملوا فيهم الاربع ايام. سيد المواطن بالحق رتحني، وذا هو المواطن اللي باش يعطيكم الحل الاكيد. فترة تاع اربع ايام ما فماش خدمه ما فماش خروج ما باش تقعد في الدار معناها اكيد باش عادي اربع ايام اوبليابل. اربع ايام كيفاش؟ اوبليابل اوبليابل معناها ايش معناها اوبليابل؟ اخي ما تعرفش ايش معناها اوبليابل، كيما مثلا عبد يخرج يسهر ولا ما نعرفش يمشي يخرج مع اصحاب ولا فازا يهبط يقول مثلا سواري اوبليابل، فما سواري ولا اربع ايام اللي باش عديهم هذوما اوبليابل معناها في عوز ما ننساهم مش باش ننساهم، ما نجمش نكمل نحكي لك نوضح لك اكثر لكن خاطر راديو ما نجمش نتكلم. هو نجم نأكدولك يا حكومة أنه شعب ذا بش عادها تعقيم في الأربع أيام الجايين، دونك ردوا بالكم معناه وما تعقموش برشا، حاولوا معناه ما تنسيوش عائلتكم والكل حاسيلوا جوايو كونفينمون أوكا.